كل غضروف ليها 8 سنين في الرابعة والخامسة والخامسة والأولى، ورجع عليا السنة دي عملت أشعة رنين طلع نفس الغضروف في الرابعة والخامسة والخامسة والأولى. فالدكتور كتب لي جلسات، خدت 12 جلسة، فضل أنا مجمعهم. بس أنت بتوجعني منها يعني. تمام. طيب حياتك ليك أسئلة؟ كالعادة، العادة اللي هي ايه؟ بشكرك يا أستاذ فارس واسمعني. ايه السبب؟ ليه ارتجع؟ ايه اللي كان موجود الأول؟ الأشعة القديمة؟ طيب ايه التعليمات اللي قالها الدكتور؟ ما اقعدش، ما اشيلش تقيل. الوزن، الحاجات، أسلوب الحياة، الضغوط اللي ممكن تغير الغضروف. وهل أنا استجبت للتعليمات دي ولا لأ؟ استجاب للتعليمات دي ولا لأ؟ هل في أمراض زودت الأمور؟ هل في حاجة جديدة؟ هل الأمور زادت؟ هل علاقة الفقرة اللي فوقها تغيرت الوضع فيه؟ هل في ارتجاع حقيقي للغضروف ولا دي اللي سقط وزادت؟ عشان كده بيبقى الأساس هو التشخيص من خلال مشكلة العيان بسمعه كويس. الحاجة التانية الفحوصات، الأشعات اللي بعملها بقدر أقول هل ده ارتجاع حقيقي فعلا محتاج حاجة ولا ده مش ارتجاع. يعني ممكن يحصل ارتجاع للغضروف في نفس المكان اللي حصل فيه الجراحة من 7-8 سنين. مش احنا اتفقنا انها بالونة مليانة سائل او جيلي من الداخل؟ لما انا شلت جزء وقفل، طب الضغط ده بقى الجديد ده نتيجه اي حاجه ممكن ينفجر تاني، فتق تاني، يحصل له فتق تاني. فبالتالي انا يعني مش بستبعد ابدا انه يكون رجع لي الغضروف مره تانية في نفس مكان العمليه او الجراحه. خلي بالك ان احنا اتفقنا ان انسجه الغضروف قويه جدا، لكن النسيج اللي تكون بعد الغضروف القديم اكيد اضعف بكتير، ده نسيج ضعيف، فلما يتعرض لضغوط جديده مش هيتحمل زي الاول. بالعكس ده وارد يحصل معايا مره تانية. عشان كده التعليمات بقى في الوزن، التعليمات في القعده، التعليمات في الاعمال لازم يبقى فاهمها ومراعيها، القعده، القومه، الكلام زي كده، بالاضافه للتشخيص. قصدي ايه السبب اللي عندي؟ فلازم يبقى في تشخيص كويس عشان نقدر نقول ده ايه، وبالتالي نختار له بقى هنعمل ايه. هنتدخل تاني ازاي او هنعمل ايه في صحيح.